النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي أشارت أو تشير إلى وجود كميات كبيرة من السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. كما تلاحظون، هذه السحب والغيوم مترافقة مع منظومة جوية ذات أحوال جوية غير مستقرة للغاية، يتوقع أن تتحرك باتجاه المملكة خلال تقريبا، يعني بدأت هذه السحب أصلا بالتحرك نحو المملكة كما سنلاحظ الآن من الخرائط أو صور الأقمار الاصطناعية الأقرب للمملكة، تجلب معها زخات من الأمطار. يتوقع أن تزداد فعالية هذه السحب كلما اقتربت منظومة السحب الرئيسية باتجاه المملكة قادمة من شرقي البحر الأبيض المتوسط، وستعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار. فإذا تكلمنا الآن بالتفصيل عبر خرائط المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار خلال تقريبا 24 ساعة القادمة، إذن مع ساعات هذه الليلة يتوقع من بدء هطول زخات من الأمطار سواء في المنطقة الشمالية والوسطى أو حتى المناطق الجنوبية من المملكة. جميع هذه المناطق متوقع أن تشهد يعني زخات من الأمطار على فترات. مع دخولنا في ساعات متأخرة من الليل يتوقع أن تشتد وتيرة هذه الزخات، تصبح رعدية. أيضا لا يستبعد أن تكون في بعض الأحياء وبعض النطاقات الجغرافية غزيرة، مما قد يتسبب بتشكل السيول، ما يسمى بالسيول المفاجئة في مناطق المنحدرات. مع دخولنا أيضا مع ساعات ما بعد منتصف الليل وصباح يوم غد، تبقى تقريبا مناطق مختلفة من المملكة على موعد مع زخات من الأمطار. نستطيع أن نقول أنها ما بين الحين والآخر، بعض منها غزير في بعض الفترات، وكما نلاحظ أنها تشمل مناطق شمالية أو وسطى أو حتى مناطق جنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى، وتستمر هذه الأمطار على نفس الوتيرة وهذه الحالة الجوية صباح يوم غد الخميس وحتى ساعات النهار. بشكل عام الفرصة مهيئة لأن تشهد مناطق مختلفة من المملكة أمطار ما بين الحين والآخر، ولكن كما نلاحظ مع دخولنا في ساعات الظهيرة في المناطق الجنوبية تتراجع فرص الهطول وتكون متركزة أكثر في المنطقتين الشمالية والوسطى والقطاع الشمالي نستطيع للمناطق الجنوبية بما فيها الكرك. أما مع ساعات المساء يتوقع كما نلاحظ تراجع فرص الهطول أمطار. إذن هذا ما كان قبل المساء، ولكن مع دخولنا في ساعات المساء كما نلاحظ تقل الرقعة الجغرافية التي تغطيها الأمطار، وحتى مع دخولنا في ساعات الليل تكون تقريبا في مناطق متناثرة وليست منتظمة كما ستكون عليه الأحوال في ساعات النهار. وهذه الحالة الجوية أهم ما يميزها أنها مصحوبة ببعض البؤر الغزيرة التي نعود ونكررها، ربما تتسبب بتشكل السيول في بعض المناطق، كما أنها أيضا مصحوبة هذه الحالة بعواصف رعدية خاصة في ساعات هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. إذن الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان كما نلاحظ الأجواء ستكون مهيئة لتشهد أمطار رعدية خلال ساعات هذه الليلة، تقريبا درجة حرارة الصغرى هذه الليلة 10 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى، والطقس أيضا رطب. سيطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات حارة في ساعات ما بعد منتصف الليل، سنشعر أن الطقس اختلف وأن هناك انخفاض واضحا على درجات الحرارة. دعونا الآن نستعرض درجات الحرارة المتوقعة بمشيئة الله تعالى غدا والأحوال الجوية في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها من المناطق الشمالية من المملكة. في إربد من 16 إلى 11 درجة مئوية، في جرش من 15 إلى 11، أما في عجلون من 14 إلى 10 درجات مئوية، في المفرق من 15 إلى 9 درجات. وجميع هذه المناطق فرص أمطار متوقعة بمشيئة الله تعالى، تكون أحيانا رعدية خاصة هذه الليلة ونهار يوم غد، تتركز أكثر في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى من المملكة. انتقالا إلى المناطق الوسطى، في العاصمة عمان تكون من 14 إلى 10 درجات مئوية، في السلط أو البلقاء من 14 إلى 11، في مأدبة من 15 إلى 9 درجات مئوية، أما في البحر الميت من 22 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط الصورة الليلة القادمة إلى 15 درجة مئوية، وتكون في الزرقاء تقريبا من 18-16 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط في ساعات الليل تقريبا إلى 9 درجات مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تكون في معان من 14 إلى 6 درجات مع رياح نشطة جنوبية غربية، في جبال الشرى من 11 إلى 6، ونلاحظ أجواء باردة في جبال الشرى، في الطفيل من 12 إلى 8 درجات مئوية، أما في الكرك من 11 درجة مئوية في ساعات النهار، وصولة 8 درجات مئوية. الفرصة هذه الليلة
صباح يوم غد مهيئة لأن تتعرض العقبة لبعض من الزخات من الأمطار العظمى 22 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 12 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الشرقية من المملكة تكون في رويشد من 17 إلى 9 درجات مئوية كما تلاحظون، مع فرص لهطول أيضا أمطار واردة خلال ساعات النهار 15-9 في الصفاوي مع أجواء غالبا غائمة وفرصة لهطول لبعض الأمطار، أما في الأزرق فالفرصة إجمالا ضعيفة لأن تشهد الأمطار ودرجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 11 درجة مئوية. غدا درجات الحرارة بشكل عام دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بشكل لافت والأجواء تكون باردة نسميا. دعونا نتعرف على أحوال الطقس خلال ثلاثة أيام القادمة والتي سنبدأها طبعا بأحوال الطقس المتوقعة يوم الخميس. إذن كما ذكرنا من 12 إلى 10 درجات مئوية الأجواء تكون يعني بشكل عام كما نلاحظ يوم الخميس في ساعات النهار والليل الفرصة مهيئة للأمطار، لكن كما تحدثنا تراجع في فرص الهطول في ساعات الليل. يوم الجمعة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتجدد بها فرص هطول زخات رعدية من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، درجة الحرارة العظمى 15 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية. حتى في ساعات الليل تبقى أحوال جوية غير مستقرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، وبالتالي تبقى فرص الهطول واردة أيضا ليلة الجمعة على السبت مع حدوث الرعد والبرق. يوم السبت يزداد تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي، أجواء تكون بوجه عام غائمة جزئيا، ارتفاع قليل على درجات الحرارة متوقع بالرغم من ذلك، درجة حرارة 16 درجة مئوية في ساعات النهار. هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار بشكل لافت يوم السبت، على الأغلب ستكون مترافقة مع بؤر غزيرة خاصة في المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة، مما يهيئ المجال والفرصة لأن تتشكل السيول المفاجئة في الأودية والشعاب. ليلا تتراجع فرص الهطول، أجواء باردة، درجة حرارة 11 درجة مئوية. قبل الختام هناك توصية هامة بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال تقريبا الثلاثة أيام القادمة، لعلها يعني التوصية هامة جدا ويجب أخذها بعين الاعتبار، وهو الانتباه من مخاطر تشكل السيول سواء المفاجئة طبعا على وجه التحديد في الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة. هذه المنظومة الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة هذا أهم ما يميزها، بأنها أحوال جوية غير مستقرة، بؤر غزيرة، أحوال جوية وحالة من عدم الاستقرار الجوي أيضا يومي الجمعة والسبت. هذا كنكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. هناك نشرة أخرى للتحدث عن تنبؤات فصل الشتاء. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.